بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. إحنا عملنا فيديوهين إن شاء الله، ده الفيديو الثالث اللي هو خاص بالبطولات الأربع جراند سلام اللي هما ويمبلدون رولان جاروس، أستراليا المفتوحة، وأمريكا المفتوحة. فإحنا دلوقتي في البطولة رقم ثلاثة اللي هي بطولة أستراليا المفتوحة. هي برضو إحدى بطولات جراند سلام اللي إحنا قلنا الأربع بطولات اللي هي أمريكا المفتوحة، أستراليا المفتوحة، ورولان جاروس، ويمبلدون، اللي هما بنسميهم إحنا جراند سلام. وتقام البطولة سنويا في آخر أسبوعين من شهر يناير، يعني تعتبر هي أول بطولة تقام في السنة في الموسم اللي هو موسم التنس. يعتبر أول بطولة تقام في موسم التنس هي بطولة أستراليا المفتوحة، بتقام في يناير ومن كل عام في مدينة ميلبورن في أستراليا. وانطلقت هذه البطولة في 1905، يعني أول بطولة قامت في هذه المنطقة سنة 1905، وأقيمت في ست مدن مختلفة في البداية، يعني في ملبورن دي قبل ما تستقر في ملبورن في استراليا، أقيمت على حوالي ست مناطق، إلى أن استقرت البطولة حاليا على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في ملبورن، والكلام ده من سنة 1972. وهي أول بطولة تقام في السنة من البطولات الأربع الكبرى زي ما قلنا، لأن هي طبعا بتبدأ في يناير واحنا بيبدأ بعدها في مايو رولان جاروس وهكذا، وامريكا المفتوحه وكذا. يعتبر هي اول بطوله، بطوله استراليا المفتوحه، تقام في اول الموسم في يناير. وتتضمن بطوله استراليا المفتوحه مسابقات فردي الرجال، فيها فردي رجال وفيها فردي السيدات، وفيها زوج رجال وفيها زوج السيدات وفيها زوج المختار. وفيها تمتاز استراليا المفتوحه بيبقى فيها للمبتدئين كمان، اللي هم بيعتبروا احنا البيجنر، بيبقى لهم دورات في استراليا المفتوحه وبجدول وبتنسق بتحكيم وبتبقى موجوده في نفس الدوره. وذوي الاحتياجات الخاصه برضه بيعملوا ذوي الاحتياجات الخاصه برضه بطوله في نفس بطوله استراليا المفتوحه على نطاق على نطاق الدوره، بتقام برضه للجماعه اللي هم الاحتياجات الخاصه. تقام على الملاعب الزرقاء الصلبه زي ما قلنا، اللي هي بتقام على الملاعب الصلبه الزرقاء. تمتاز بطولة استراليا المفتوحة بثاني أعلى جمهور بعد بطولة أمريكا المفتوحة، بما فعلا لها جمهور كبير جدا وليها رونق جميل جدا في استراليا، وبتعمل موسم سياحي كبير جدا في استراليا، وبتعمل رواج في استراليا، بحيث إن هي من ضمن البطولات الأربع الكبرى ولها نقاط عالية، وكل لاعب من ضمن اللاعبين الكبار اللي هم العشر الأوائل واللي تحت منهم على طول يتمنوا إن هم يحصلوا على هذه البطولة، على إنها بطولة من جراند سلام ذات النقط العالية. شكرا.